وزارة التربية السورية، الثالث الثانوي، اللغة الفرنسية. مبادرة ضوء بصوت لانا ديب ظاهر. Horizon Cahier d'exercice Dossier 1 Page 40 الوحدة الأولى دفتر التمارين الصفحة 14 Production écrite إنتاج كتابي. J'écris, أكتب. Vous vivez dans un village. أنتم تسكنون في قرية. Où vous avez déjà visité. أو زرتوا إحداها. Pour le présenter à vos amis, لكي تقدمونها إلى أصدقائكم, faites la liste de tout ce qui se trouve dans ce village. أقيموا قائمة. اصنعوا قائمة. De tout ce qui se trouve, عن كل ما يوجد dans ce village, بهذه القرية. Au moins 10 éléments, على الأقل 10 عناصر. Vous citerez chaque élément, ستذكرون كل عنصر, en le décrivant, وصفينه en quelques mots, بعدة كلمات. Comme dans l'exemple, كما في المثال. Une fontaine ronde en pierre blanche. نافورة مدورة ذات حجارة بيضاء. فالفكرة هنا دائما أنا كموضوع، هذا نص الموضوع عندي، أنا كموضوع كيف بدي حلل الموضوع؟ بدي أقسم أنا نص الموضوع كل فقرة بفقرتها، كل جملة بجملتها، لأقدر أسحب العناصر المطلوبة من الموضوع لأعرف أنا شو مطلوب مني. فإذا أول شيء هي مقدمة. Vous vivez dans un village Où vous en avez déjà visité un. هون ما عندي شيء. هلا عندي pour le présenter à vos amis. لكي تقدمونها. معناتها أنا فهمت هون إنه أنا في عندي تقديم القرية، يعني في عندي وصف. كيف بدي أوصف؟ شو هي العناصر المطلوبة مني بالوصف؟ فات لا ليست، بدي أعمل قائمة مثل ما اتفقنا. طالما ليست يعني تعدادات جنب كل تعداد بيتي تيغي. Faites la liste, بدي أعمل قائمة de tout ce qui se trouve dans ce village. أعمل قائمة للشغلات الموجودة في القرية. مطلوب مني au moins, على الأقل, 10 éléments, 10 عناصر. فإذا عندي قائمة من العناصر، على الأقل 10 عناصر. والعنصر الأخير المطلوب مني أنه vous citerez chaque élément, بدنا نذكر كل عنصر en le décrivant. واصفينه. بعدة كلمات. يعني أنا ما بكفي أقول في عندي بالقرية نبع، في عندي بالقرية جبل، في عندي بالقرية بيت. لا، أنا بدي أقول في عندي بيوت مثلا ذات أسقف مدببة، عندي بيوت إلى أسقف قرميدية، عندي بيوت متشابكة البعض مع الآخر، أو عندي بيوت كل واحد لحاله، أراضي خضراء على مد النظر، فيها حقول بعدد مساء أنواع. فإذا كل شغلة بدي أذكرها بدي أوصفها ولو بكلمتين ثلاثة. ما مطلوب مني هذا الوصف الكتير كبير، وإنما رؤوس أقلام صغيرة عن كل عنصر، وعلى الأقل 10 عناصر. يعني لما بيقولوا لي على الأقل، يعني أنا لازم شوي زيد فوقهم، يعني مثلا أعمل حوالي 11 أو 12 عنصر، بس ما بصير يكونوا أقل من 10. بالصفحة 15 Je me relis. أصل هون الفكرة بكل صفحة بعد الموضوع، يعني دائما بيكون في عندي نفس الموضوع، نص الموضوع بالصفحة اللي بعده بيكون في عندي جدول. هيدا الجدول هو تقييم لهذا الموضوع. يعني بهذا من خلال هذا الجدول أنا رح أفهم العناصر المطلوبة مني أكتر، وشوف أنا إذا استوفيت هالعناصر وشو نقصت منها. عم بيقولوا لي غليزي لا ليست كي vous avez rédigé. أعيد قراءة القائمة التي حررتموها. يعني هذا التقييم بطبقه بعد ما نكون كتبنا الموضوع. Puis vérifier ce qui suit en cochant la bonne case. ثم صححوا ما يلي en cochant la bonne case، مختارين الحقل المناسب. يعني أنا بدي طبق هالشغلات اللي راح أسمعها هلا، هالعناصر اللي راح أسمعها هلا وأشرحها، بدي أنا طبقها على اللي أنا كاتبته ونشوف هذا الشيء استوفينا لهالعنصر أو لا. Mon écriture est lisible. كتابتي واضحة، يعني خطي مقروء مفهوم. اللي عم يجي يقرا موضوعي عم يقدر يفهم علي انا شو بدي. عندي وي با توتافي او نو.
يعني oui, إيه كانت كتابتي واضحة؟ pas tout à fait, أبدا ما أنا واضحة نهائيا, أو non, كلا, يعني ممكن إنه شوي بين البينين. 2. J'ai commencé par une phrase d'introduction. بدأت بجملة مقدمة. إذا مثل ما اتفقنا لما بيطلبوا مني ليست عدد ببلش بجملة صغيرة مقدمة من ثم بعدين بحط التعدادات. فهلا بدي طابق مع موضوعي, يا ترى كتبت جملة مقدمة كمان يا أما وي يا أما با توتافي يا أما نو. 3. J'ai listé au moins 10 éléments. عددت على الأقل 10 عناصر. 4. Je suis revenu à la ligne. عدت إلى بداية السطر. Et j'ai mis un tiret وحطيت شرطة avant chaque élément, قبل كل عنصر. يا ترى حطيت أنا عدد, يعني بلشت من أول السطر بكل عنصر شرحته, بكل عنصر وصفته, حطيت قبله هيدي الشخطة الصغيرة اللي حكينا عليها. 5. J'ai décrit en quelques mots chaque élément cité. وصفته بعدة كلمات كل عنصر مذكور. كان هالشي ولا بس عددنا؟ هون بقى كل مين حسب شو كتب. فإذا هون أنا عم بستنتج العناصر. 6. La liste obtenue a un sens. القائمة المحتوى a obtenue un sens. يعني هالقائمة إلى محتوى, إلى معنى. ما إنه بس أنا هيك عم عدد شو من كان ومن وين من كان. لازم تكون تحتوي على معنى. 7. J'ai employé de vocabulaire adéquat. استخدمت مفردات مأخوذة مسبقا. مطابقة, مفردات معروفة, ولا استخدمت مفردات غريبة ومنا مفهومة. 8. J'ai fait attention à l'orthographe des mots. قمت بالانتباه إلى كتابة الكلمات الإملائيا. فإذا أي موضوع فيه عناصر ثابتة واللي هي الإكريتور الإليزيبل, الكتابة تكون واضحة, فراز دانترودكسيون, 90% من المواضيع أو 99% من المواضيع بحاجة لجملة مقدمة, وعندي كمان الفوكابولير أدكوا, المفردات المكتسبة المعروفة المأخوذة سابقا, وعندي كمان الأتنسيون الأورتوغراف, الانتباه للكتابات الإملائية. هدول حكما بأي موضوع لازم انتبه له. أما بما يتعلق بموضوعي هذا, فالعناصر الأساسية هي مثل ما حكينا, commencer par une phrase d'introduction, نبتدي بجملة مقدمة, listé au moins 10 éléments, تعداد على الأقل 10 عناصر, revenu à la ligne et j'ai mis un tiret avant chaque élément, عدت إلى بداية السطر وضعت خط صغير أو شخطة قبل كل عنصر. J'ai décrit en quelques mots chaque élément cité, ووصفت بعدة كلمات كل عنصر مذكور, ولا ليست obtenue a un sens, ولا ليست اللي عملتها بتحتوي على معنى. Page 16, صفحة 16. إذن هذا كان كل شيء بيتعلق بالموضوع. هلا عندي بالباج 16, je joue avec la langue, ألعب مع اللغة. 1. Savez-vous quel est l'adjectif lié à la notion de village? هل تعرفون ما هي الصفة المرتبطة بمفهوم القرية؟ Pour le découvrir, لاكتشافه, résolvez, حلوا, le jeu suivant, اللعبة التالية. Vous trouverez cet adjectif sous la flèche. ستجدون هذه الصفة تحت السهم. عندي مجموعة من الكلمات, عندي 5 كلمات. وشرح كل كلمة هو عبارة عن, هي اللعبة. اللعبة هي عبارة عن شبكة مثل الكلمات المتقاطعة, جداول مقطعة على مربعات, موجود عندي بعض الحروف وناقص عندي حروف تانية. بدي ملي هالمربعات وبعدين العمود اللي تحت السهم بجمع حروفه بتطلع معي الكلمة الناقصة واللي هي عم دور عليها, واللي هي الصفة المرتبطة بمفهوم القرية. منبلش أول وحدة, verb d'opinion, فعل رأي, فعل عبر فيه عن الرأي. هو مكون من 6 حروف, الحرف الثاني هو E.
ما حط لي غير حرف الأو من الكلمة كلها. هو الفيرب بونسي، يعني P الأو المكتوبة N S E R. عبيت أول جدول، إذا برجع بعيد P E N S E R بونسي يفكر أو يعتقد، هو فعل رأي. 2 توت بتيت ريفيير، نهر صغير جدا. النهر الصغير هو شو بصير؟ هو بيكون ينبوع. عندي منه الحرف الثاني اللي هو الاو، وهو عبارة عن 8 حروف. فالنبع الصغير أو الينبوع، النهر الصغير اللي هو الينبوع هو غويسو. تكتب R U I S S E A U غويسو. أكرر R U I S S E A U. 3 سينونيم دو دونك، مرادف لكلمة دونك. إذن مرقت معنا ضمن الجرامير، ضمن القواعد، هي مؤلفة من 5 حروف. عندي منا أول حرف اللي هو الـ A. alors A L O R S A L O R S. 4 il pensera، يعتقد أو يفكر. il، شو هي الكلمة المرادفة؟ هي كلمة من 6 حروف. عندي منها الحرف الأول اللي هو س والذي يقرأ ك. il pensera هي il croira c r o i r a croira c r o i r a. آخر واحدة contraire du village، عكس المدينة، عكس القرية عفوا. contraire du village هي حكما الفيل المدينة. عندي منا أنا الحرف الثالث اللي هو ال، فأول حرف هو V E ال المكتوبة عندي ال تانية وكمان E فيل. بالنهاية هذا السهم، العمود اللي تحت السهم بدي جمع حروفه، صارت R U R A L والكلمة عندي طلعت rural. ainsi un paysage du village de campagne est un paysage. alors بالتالي منظر من القرية أو من الريف هو منظر rural، منظر ريفي. فإذا الأدجكتيف، الصفة اللي هي على notion de village، الصفة المرتبطة بمفهوم القرية هي ريفي. 2 et l'adjectif lié à la notion de ville والصفة المرتبطة بمفهوم المدينة، c'est l'alphabet qui vous donnera la solution. الحروف الأبجدية هي التي ستعطيكم الحل. كيف يعني؟ عندي جدول محطوط فيه أرقام، أول واحد 21، 2 18، ثالث مربع فيه 2، المربع الرابع فيه 1، المربع الخامس فيه رقم 9، المربع الأخير فيه رقم 14. شو يعني سي الألفابي الأبجدية ستدلكم على الحل؟ هي أنه أنا بدي أشوف هذا الرقم، شو هو الحرف اللي بيقابله من الأبجدية. فالرقم 21 بيقابله الحرف U اللي بالإنجليش بنقله اليو. الرقم 18 رح يقابله الحرف R أو الR بالإنجليش بنقله. الرقم 2 هو الـ B، A B. رقم 1 هو الـ A. رقم 9 هو الـ E أو اللي بتقولوا له بالإنجليزي الـ I. والرقم 14 هي الـ N. فالحروف صارت عندي U R B A E N. donc la vie en ville، فإذا الحياة في المدينة c'est la vie urbain، هي الحياة المدنية. urbain يعني متحضر أو مدني، بينما rural يعني ريفي. فالrural
هي adjective لية على la notion de village هي صفة مرتبطة بمفهوم القرية بينما urbain هي adjective لية على la notion de ville هي صفة مرتبطة بمفهوم المدينة. page 17 صفحة 17 كمان عندي شبكة كبيرة من الحروف المتقاطعة حروف أبجدية محطوطة بجدول كبير ضمن مربعات هون مطلوب مني حلها مثل كلمة السر retrouvez dans la grille جدوا في الشبكة ci-dessous في الشبكة التي في الأسفل au moins على الأقل 8 mots liés à la ville 8 كلمات مرتبطة 8 كلمات مرتبطة بالمدينة tous les mots كل الكلمات sont soit de haut en bas إما من الأعلى إلى الأسفل سواء دو غوش أدغوات أو من اليسار إلى اليمين يعني هي هم بس مجرد لعبة بسيطة لحتى أنا أقدر لاقي كلمات متعلقة بالمدينة ما في هالشي كتير مهم ولكن رح نذكر كلمات عنا كلمة بوليسيون تلوث عنا كلمة ديزيني وجهة عنا كلمة كافي عندنا كلمة proximity بالقرب يعني كل شيء قريب بانك البنك سينما السينما بروي ضجيج إيموبل البناء هاي كلها كلمات مرتبطة بالمدينة وهيك بتكون انتهت الوحدة من دفتر التمارين بالتوفيق